حضراتكم فعاليات أولى جلسة حوارية لليوم الأول لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي. لحظات قليلة وسنبدأ مع حضراتكم فعاليات الجلسة الأولى لليوم الأول. السيدات والسادة الحضور الكريم، أرحب بحضراتكم مجدداً. يتضمن اليوم أربع جلسات حوارية حول الموضوعات التالية: دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد-19، تعزيز آليات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والتحول الأخضر، الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية. نفتتح الآن أولى الجلسات الحوارية حول دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد-19. تدور الجلسة الحوارية رفيعة المستوى حول مناقشة أهمية التعاون المتعدد الأطراف لتحقيق التعافي من جائحة كورونا. يدير الجلسة الحوارية السيد مانو سكراني، مقدم برامج بشبكة بلومبرج الإخبارية. Ladies and gentlemen, excellencies, it's not for me to welcome you. السيدات والسادة، يسعدني وشرف لي أن أرحب بكم ودكتورة رانيا المشاط. أمر رائع أن نكون بمحضر بعضنا البعض وأن نجتمع لنتحدث عن تعددية الأطراف في عالم ما بعد كوفيد-19. البعض يرتدي الكمامة والبعض لا يريد والبعض لا يرتديها، ولكن في هذا العالم اليوم ربما من المهم أن نفهم ما يمكن لتعددية الأطراف أن تحققه في عالم ما بعد كوفيد. بدون إطالة، يسعدنا أن نستضيف بو جيبرانت من المنتدى الاقتصادي الدولي، وأيضا دكتورة رانيا المشاط، لنستمع إلى بو جيبرانت رئيس المنتدى الاقتصادي الدولي. شكرا جزيلا، شكرا خاص للسيدة رانيا المشاط على تنظيم هذا الاجتماع. كنت أتمنى أن أكون كذلك، ويسعدني أن أكون هنا اليوم لأن السيدة المشاط وزيرة التعاون الدولي. نحن نعمل مع المنتدى الاقتصادي الدولي على موضوعات مهمة. في 2019 تشاركنا مع الوزيرة المشاط من أجل مسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين، وكان هذا بفضل رئاستها لهذا المشروع في مصر، وهذا يعمل على زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة وتقليل وتقليص فجوة الأجور، ولا يمكننا أن نرى ذلك أو نسعى لذلك بمعزل عما نراه في كابول حيث تعاني النساء. وأود أن أقول أيضا أنني أقدر وجودي هنا لأننا نجتمع أيضا في ظل الحاجة الملحة للتعاون إذا أردنا أن نريد أن نبني شراكات قائمة على العدالة والمجابهة. مصر كانت من ضمن الاقتصادات الناشئة التي شهدت خسائر كبيرة، وأيضا شهدت نمو بنسبة 3% وفقا لصندوق النقد الدولي، وهذه النقطة الإيجابية بفضل مؤسسات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية وكل الأطراف التي عملت معا من أجل تحقيق هذا الإنجاز. وإذا نظرنا على الساحة العالمية، فإن الانتشار السريع للقاحات كوفيد-19 لم يكن ممكنا إلا سوى لأن هذه الشركات قد عملت معا.
من كان يظن أن عملاً يمتد إلى 10 سنوات يمكن إنجازه في سنة واحدة، وهذا بفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. دعوني أركز على بعض نقاط تعزيز التعاون. أولاً، لابد أن يكون هذا التعاون متعدد الأطراف. إن التحديات الماثلة أمامنا في غاية التعقيد وفي غاية الارتباط ببعضها البعض، حتى أن الأمر يصعب على حكومة واحدة أن تطبقها. وهذا هو ما خلصت إليه فريق عمل الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكانت الوزيرة المشاط على رأسه، وكان الهدف هو بناء نظم اقتصادية واجتماعية وخلال قادرة على المجابهة والصمود. وخلال هذه المناقشات أيضا استطاع المشاركون بناء مجالات للتعاون في المنطقة، مثل نظم الأمن الغذائي والصحي وأيضا الرأسمالية. وهذا أمر مهم، والكثير من البلدان المشاركة كانت سعيدة بهذا الإنجاز. ثانياً، نحن بحاجة إلى تحديد التعاون والابتكار التعاوني كأولوية، وهذا متوافق مع الثورة الصناعية الرابعة. إن الذكاء الاصطناعي يتمتع بالقدرة على إضافة 15 تريليون دولار من القيمة للاقتصاد العالمي في هذا العقد، ونحن بحاجة إلى تنفيذه بالطريقة الصحيحة. والوسيلة الوحيدة لإطلاق هذه الفرصة هو للحكومات والأعمال التجارية أن تعمل معا بدلا من أن تتنافس. ولقد أنشأ المنتدى مراكز للذكاء الاصطناعي في مناطق حول العالم لمساعدة البلدان على تشجيع مساعدة الحكومات على تنفيذ مشروعات في مجال سلسلة الكتل أو البلوك تشين والذكاء الاصطناعي. لدينا وديان سيليكون صغيرة ليس فقط في شمال أفريقيا، ولكن أيضا في جنوب الصحراء، حيث لدينا مكاتب في كيغالي و أيضا في جوهانسبرغ. وأنا فخور جدا لأن بوجود هذه المراكز الثلاثة في الشرق الأوسط وفي اثنين في أفريقيا، وأيضا هناك أيضا واحد في الإمارات العربية المتحدة والآخر في المملكة العربية السعودية. نحن بحاجة إلى مناخ أكبر من التعاون العام الماضي مقارنة بالعام 2016، هما الأدفأ على في تاريخ الكوكب، والعقد الماضي هو الأكثر دفئا وارتفاعا في درجة الحرارة. وبالنسبة لهذا ما سيشدد عليه مؤتمر الأطراف 26، وهو الأطراف الذين سيركزون على أن المناخ هو تحدي هذا الجيل. أنا واثق أننا سنحقق المزيد من التعاون معا من أجل مصر، وأعتقد أن محفز سد الفجوة بين الجنسين سيساعد على إثراء مناخ الاستثمار، وهو أمر مهم. وأتمنى لكم كل التوفيق، وشكرا مجددا للسيدة الوزيرة، وهذه كوكبة رائعة ماثلة أمامي الآن. شكرا لكم وتحياتي من جنيف. شكرا. وكنا مع رئيس المنتدى الاقتصادي الدولي. لدينا سيناريو ممتزج ما بين الحضور الفعلي والحضور الافتراضي. ينضم إلي على هذه الساحة اليوم إلى يساري السيدة ناتيمبو نانديمي ناداتوا ودكتورة رانيا المشاط، وهي المنظمة لهذا المنتدى، وهي وزيرة التعاون الدولي بمصر، وبعدها كوكو ميوا المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في البنك الدولي. وأيضا لدينا السيد سليمان كوي أمور، وهو نائب رئيس بنك التنمية الأفريقية. يسعدنا
كنا نتحدث معهم عبر الهاتف والآن هم أمامنا. وأيضا نحن معنا السيد ألامين كوسامي مي وهو وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية في وزارة بدولة الكاميرون. وأنا مانوس كراني وأنا من شبكة بلومبرج الإخبارية كما كنت مع دكتورة رانيا وتحدثنا على بلومبرج وقلنا لنضع جدول أعمال. دكتورة رانيا لقد تحدثنا عن بعض القضايا بالطبع 18 شهرا من العمل في ظل إغلاق تام. هل ما الذي يجعل متعددات الأطراف أكثر نجاحاً؟ أعتقد أن جائحة كوفيد قد بينت لنا أن المضي قدماً والتقدم لن يمكن ما لم نكن نتعاون معاً. عدة أمثلة على ذلك عندما نتحدث عن اللقاح في حد ذاته مثلاً، ولكن هيكل إدارة أداة الكوفاكس لتيسير وصول اللقاحات من أجل كان هذا أمرا نجاحا. أيضا كانت هناك رسائل متعددة في خطابات الصباح أن السبيل الوحيد لتعجيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو أن الأمر المشترك فيما بين البلدان كلها اليوم هو العمل الجماعي من جانب على جانب التمويل. وأعتقد أن هذه كانت إشارات رائحة. أيضا أحد الأمور المذكورة كانت الرأسمالية، وهذا متعلق وهذا أيضا يتطلب مشاركة الكثير من الأطراف من أجل تحقيق اقتصاد شامل للجميع وأخضر. وأعتقد أن هناك فهم أكبر أو أقول اتفاق أكبر على التحديات، وأننا بحاجة إلى دفع كل من هو حاضر في هذه القاعة سواء الحكومات، المجتمع الدولي والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تأهيل الأرض لتنفيذ الكثير من البرامج. لدينا الكثير من التحديات، لدي وجهات نظر فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن هل تعددات الأطراف ستكون أكثر قوة بفضل كوفيد؟ لماذا؟ أنت تعتقدين أن تعددات الأطراف ستكون أقوى في عالم ما بعد كوفيد. أنا أعتقد أنها ستكون صعبة في عالم ما بعد كوفيد. ما رأيك؟ لدي أنت وجهة نظر قوية. وجهة نظري أعتقد أن كوفيد 19 أشارت إلى الأهمية الحرجة لتعددية الأطراف. لم يكن هناك بلد معفيا من هذه الجائحة، ولن يكون هناك بلد بمأمن ما لم تكن كل البلدان بمأمن. لا يوجد أحد بمأمن ما لم يكن الجميع بمأمن. وهذا معناه أن اللقاح لابد أن يتاح للجميع ولكل البلدان. ولكن بالنسبة للقاح وما رأيناه في ظل البنك الدولي واليونيسف، وأنت قولي للحاضرين أن الاستجابة الأكثر ترابطاً للقاح ربما قبل الجائحة. أعطي فكرة للحاضرين عن ما أدى إلى هذا الوضع. من أجل الإعداد لهذا التلقيح كان علينا أن نجري تقييمات لنرى ما إذا كانت هناك البنية التحتية والإدارة والموظفون قد تم تدريبهم. وهذا التقييم تم بالاشتراك مع الحكومات وأيضا مع منظمة الصحة الدولية واليونيسف والبنك الدولي. وبالتالي فالمجتمع الدولي كان عليه أن يعمل معا من أجل مساعدة الحكومات على الإعداد لتلقي اللقاح. السيدة نتمبو، بوصفك وزيرة للعلاقات الدولية في ناميبيا، هل نحن أقوى؟
من كأطراف متعددة في مرحلة ما بعد كوفيد. أنا أقول ما بعد كوفيد، ولكننا ما زلنا في عالم الكوفيد، في ظل تصارعنا مع الواقع الحالي والتطور خروجا من أزمة الكوفيد. كما تعرفون، ناميبيا عضو في المجتمع الدولي، ونحن نؤمن بشدة في فعالية تعددية الأطراف. وطالما كان الأطراف يركزون على شيء واحد، ونحن نعرف أن جائحة كوفيد-19 قد زادت بالفعل أو أضافت إلى التحديات الماثلة أمامي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ونحن نؤمن بشدة في أن تعددية الأطراف القوية هي مفتاح مواجهة هذه التحديات، وأن نبين أن العالم قد تعافى. وبالنظر إلى الاحتياجات الخاصة لمواطني العالم، وبالنظر تحديداً إلى مواصفات البلدان المختلفة في العالم، لقد ميزت أفريقيا نفسها من أجل برنامج العمل 2063، ومن خلال جدول الأعمال قامت أفريقيا بإنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية. وبنظر إلى هذا المنتدى الذي نظمته وزارة التعاون الدولي المصرية، حتى في جلبها مختلف الأطراف من خلال القطاع العام والخاص والمؤسسات المالية، فهذا هو النهج الصحيح لضمان أن تعددية الأطراف تركز على الاحتياجات الحقيقية للناس، على عكس ما شاهدناه خلال أزمة كوفيد من خلال التوزيع غير العادل للقاحات. بالطبع، ولكن أداة كوفاكس ستساعد في التغلب على هذا. وفيما نحن نتحدث عن، آتي إلى السيد سوليمان، نقول أننا سنأتي إلى هذه التفاصيل، ولكن الاستجابة الأولية، لديكم رؤوس الأموال وأنتم توزعوا هذه المبالغ ليس فقط في مصر ولكن في عبر أفريقيا. قل لي كيف ترى تطور تعددية الأطراف في عالم ما بعد كوفيد-19؟ أتمنى أن تستمع إلي. دعني أضع نفسي في منصبي أو في محلي الاستثمار الأجنبي المباشر، وسأقول لك إن هذا وكأنه وكيل للقطاع الخاص، ولكنه مختلف عن RDI والLDI. FDI أو الاستثمار الأجنبي المباشر من آسيا ومن أمريكا اللاتينية، والخلل الذي تسببت فيه أزمة كوفيد، ولكني أعتقد أن إذا العالم لم يحصل على اللقاح، وإذا لم تحصل أفريقيا على اللقاح، لا يمكنني ممارسة الأعمال التجارية سواء في أفريقيا أو في غيرها، فهذا سيؤدي بي إلى القلق بشأن القوى العاملة. و إذا نظرنا فيما وراء هذا، ما هي البيئة الكلية؟ إذا لم تكن البيئة الكلية مستقرة، فأنا لن أشعر بالارتياح للاستثمار في هذا السوق، هذه السوق. لننظر إلى ما قامت به الحكومات حول العالم بسبب الخلل الذي تسببت فيه جائحة كوفيد، فقد بدأوا في الاستثمار في أسواقها المحلية. والسؤال هو، لماذا أضطر إلى الذهاب إلى أفريقيا إذا كانت لدي فرص كبيرة في السوق الوطنية التي أنتمي إليها؟
فهل أنا أريد الاستثمار في أفريقيا؟ السؤال هو أن أفريقيا بحاجة إلى تلقيح مواطنيها، ولهذا السبب فكنت شعرت بالإثارة لزيارة وحدة المصل واللقاح فاكسيرا في مصر، أنها ليست فقط قاصرة على القطر المصري ولكنها لديها أثر إقليمي، وإذا لن تقوم بتلقيح كافة السكان لن تحدث الأثر الذي تطمح إليه. ولكن تساءلت، إذا قمنا بمواجهة أو الإصلاحات الكلية، ماذا عن الإصلاحات الجزئية؟ فإذا لم تتم مواجهة هذه الإصلاحات الجزئية لن نتمكن من قابلية التنبؤ بما نريد الاستثمار فيه. وإذا وضعنا كل هذه الأمور معا، ولكن الأمر الذي يميز أفريقيا هو منطقة التجارة الحرة الأفريقية، هناك نحو 3.4 تريليون دولار في إجمالي الناتج القومي، وهناك عدد لا نهائي من السكان، وعلينا أن ننظر إلى أفريقيا من أجل الاستثمار في أفريقيا، وهذا ما أقول فيه الـ RDI أو الاستثمار الأجنبي الإقليمي، لأننا بحاجة إلى التحسين في النقل وفي الكهرباء، لأن هذه هي عناصر الإنتاج، وهذا هو الوقت من أجل إنجاح هذه منطقة التجارة الأفريقية، لأن تعافي أفريقيا لابد أن يكون جماعيا ولا يجب أن يكون قائما على مستوى البلدان 54. ما هي لقد تحدثت الآن، ولكن أود أن أعطي الوزيرة أيضا فرصة للتحدث عن هذا الأمر. أنت اللي تحدث عن التنمية الإقليمية، فالكاميرون هل أنت معنا؟ فلتتفضل. نعم أنا معكم وأنا سعيد بوجودك. لقد سمعت إلينا بمنتهى الصبر والهدوء الحديث، ودعني أرحب بك والسلام عليكم. أننا الآن نتحدث عن مدى التعددية وهل هي ملائمة، هل نحن على استعداد، وأن المنظمات متعددة الأطراف سوف تتكيف مع هذه التغيرات. دعونا نسمع إلى رأيكم، هل سنكون أكثر قوة مع بعضنا ونتعامل مع كل التحديات التي أثرت عنها كوفيد-19؟ شكرا لك على إعطائي هذه الفرصة، وأود أن أقول أن كنت أود أن أذهب إلى مصر والأراضي المصرية وأن أختلط بكم، وكنت أود أيضا أن أعبركم عن مدى شرفي بأن أكون معكم، وكنت أستمع إلى هذه المحادثات بمنتوى، لكن أود أن أعبر عن رأيي. دعني أقول أن بما يتقف مع كل هؤلاء الذين أدلوا برأيهم أن تعددية الأطراف والتعاون لديها وسيلة تعامل مع أثار كوفيد-19، وقد تعلمنا دروسا عديدة من هذا الوضع، أن كوفيد-19 أطلقت العنان للعديد من السجبات والردود على المستوى الإقليمي وتعدد الأطراف والأطراف الثنائية. من الناحية الوطنية والقومية نحن مسؤولون تماما من مواقعنا كمسؤولين في بلادنا وكصناع للسياسة ومسؤولين عن بلادنا نتعامل مع ذلك، ولكن في نفس الوقت أود أن أؤكد على أننا يجب أن نفهم أن لدينا عدة موارد وعدة مساحات، ونظرا للإمكانيات التي لدينا مسؤوليات التصرف في هذا الموضوع. لقد تصرفنا على نحو على مستوى العلاقات الثنائية وقد تلقينا الدعم والتأييد، ولكن بالتأكيد هذا الدعم تعدد الأطراف الثنائية لم تكفي للتعامل مع كل آثار كوفيد-19، ولكن عندما ننظر إلى العلاقات الدولية وأيضا بعض المشاكل يجب أن نؤكد أيضا أن
أن نؤكد أننا يجب أن نحصل على التطعيم واللقاحات وكل الوسائل، وأيضا نستفيد من كل المواقف الدولية. يجب أن نسعى ويجب أن نضع في اعتبارنا أيضا أن العالم عالمنا هو شبكة من الآيات الكونية والعلاقات الكونية، وأن هناك علاقات كثيرة، أن العالم سوف يتطلب مننا أن لكي نتعامل مع كل القضية قضايا يجب أن نكون متضامنين، حتى لو كنا قادرين على التنقل من مكان الآخر، حتى لو كنا قادرين على التواصل بسرعة على مستوى العالم، فإن هناك تحديات أخرى تواجهنا، وهنا يجب أن تتدخل تعددية الأطراف. رأينا أيضا، يجب أن أسف لمقاطعتك، لكن أعتقد أن النقطة الكثيرة هي نقطة هامة جدا، ونحن نتحدث عن التحكم والحرية في التنقل، وقد تحدثنا عن ذلك، ولكنها إحدى المزايا أننا نستطيع التنقل، وسوف نتوقف هنا، ولكننا أيضا نتحدث عن الأمصال واللقاحات، ونتحدث أيضا عن النقطة التي أثرها صديقي هنا عن اللقاح، ولكن فأرجو أن نتوقف عند هذه النقطة، لأننا أود أن أنتقل إلى نقطة أخرى في جدول الأعمال. تحدثت مع الدكتورة رانيا أسيت الوزيرة للنشاط، وتحدثنا لأنها كانت رحلة شاقة لكي أصل إلى مصر. دعونا نعود مرة أخرى إلى النقطة التي حدثنا عنها مساء أمس مع الوزيرة رانيا المشاط، إن القضية هناك أن تعددية المنظمات، تعددية الأطراف، لكي نعود مرة ثانية، هي تعدد الأطراف. وأود أن تعطوني في الأول إجابة قصيرة، أن منظمات تعددية الأطراف في حاجة إلى أخذ المخاطر، وأن يجب أن تتغير، وأنه جزء مما تحدثنا عنه مع سيادة الوزيرة أمس. وأود الإجابة، هتعتقد المنظمات تعددية الأطراف ملائمة، ولكن في حاجة إلى تحديث أنفسها للتناول مع تحديات كوفيد 19؟ الإجابة القصيرة هنا هي نعم بالتأكيد. وإذا كانت هذه هي الإجابة، دعوني أنتقل أيضا أن منظمات تعددية الأطراف تقوم أساسا على الدعم من الدول الأعضاء، وهذا في حد ذاته تحدي. إذا كنت تتحدث عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وهو ليس بالضرورة قادر على أن يجتمع دائما نظرا لتحديات كورونا، أعتقد أن هذه مشكلة، وأعتقد هو النقطة التي أثارها زميلي في جنيفا عندما كان يتحدث في بداية الاجتماعات في MC12. وهذه مشكلة أيضا واجهتنا في غلاسكو، كان لا يمكن أن نحصل إلى نتيجة ما لم يكن هناك إجماع بين آراء الأعضاء، ولم نستطع الاجتماع، ولكن لا نستطيع أن ننظر إلى جانب السلبية فقط، ولكن هناك نقاط أخرى تحتاج إلى تعاون. بالنسبة لمنظمات تعدد الأطراف التي تم إثرها عقب الحرب العالمية الثانية، كلها تم بناؤها في توقيت وزمن مختلف، فنحن في حاجة إلى محورة منظمات تعدد الأطراف وجعلها مناسبة ملائمة للتحديات التي تواجهها. يجب أن يكون لدينا دول أعضاء تدعم هذه المنظمات، وسواء ولازلنا نواجه لأول مرة منذ 30 عاما أن هذا التعاون وأن هذا أن الاستثمارات في الاقتصاد الناشئة كلها تتهاوى، وأن البلاد لم تستطع النهوض إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، ويجب أن يتم التعويض عن نقص التعاون على المستوى الدولي. ويجب أيضا في هذه النقطة، يجب ما أشرت إليه سابقا، وهو أن اتفاقية تجارية هي مهمة في هذا الأمر. والدكتورة رانيا المشاط، لدينا هذا الحوار الذي تحدثنا فيه،
تحدث عن المرونة. هل هذه النقطة التي يمكن أن أتحدث عن مدى مرونة منظمات عدد الأطراف؟ أود أن أوجه سؤالا وتعليقا على ما ذكره السيد سوليفان هنا، وأن مفهوم أن انخراط القطاع الخاص يقوم على البنية التحتية وعلى مدى التنبؤ بالسياسات. وهناك مثال وجد بالنسبة لمصر على التعاون مع المنظمات المؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية الأساسية، وبالفعل كلها تساعدنا على التجامل مع أفريقيا، مثل خط الطريق بين كيب تاون والقاهرة الذي تحدثنا عنه. ولدينا مشروعات كثيرة تم تنفيذها من قبل القطاع الخاص. الفكرة التي أود أن أركز عليها أن إذا كنا لدينا أمثلة نجحت فيها في المسجد بين تمويل المجتمع الدولي لمشروعات الهامة التي تساعد على تمهيد الطريق لقطاع الخاص انخراط، فبالتأكيد يمكن أن ننقل هذه الصورة الناجحة إلى دول أفريقية. هل هناك دروس مستفادة؟ هل لدينا أمثلة ناجحة؟ لماذا لا نركز على هذه الأمثلة وننقلها إلى بلدان أخرى؟ والأمر الوحيد هنا هو المخاطرة، لأن هناك دول مختلفة لديها مخاطر وعوامل خطرة مختلفة. فالسؤال هو في هذه المرحلة عقب كوفيد-19 كيف يمكننا أن نغفل هذه المخاطر، ولكن دون أن كيف يمكننا أن نواجه هذه المشاكل لكي نخلق فرصا كثيرة دون أن نغفل المخاطر وأن نبني على قصص الناجحة التي لدينا. صحيح أنها سوف تكون فيها عام الخطر، ولكن سوف تكون لدينا نموذج ناجح ومثال يمكننا أن ننسخها ونقلدها على القارة الأعلى في القارة الأفريقية، وسوف تتفق مع سياستنا، ويمكننا أيضا أن تتفق مع جدول أعمال خطة 2030. كنت أتحدث مع السيد سوليفان من قبل وأن هناك بعض شركات الأعمال في مصر متعددة الأطراف وأيضا مشروعات أخرى خارج الحدود المصرية. هل يمكن أن تتحدث أيضا وأن تعطينا خارطة للطريق بما يشرح ما قالته السيادة الوزيرة؟ هل نحن في حاجة إلى تأكيد وخلق المزيد من قصص النجاح؟ أعتقد أن احنا في حاجة إلى المزيد، وقد أتمنى ألا يكون صوتي عاليا. لقد جئت مبكرا إلى مصر 4 أيام قبل عقد المؤتمر لأننا كنت أود أن أشعر وأن أتحسس دور القطاع الخاص وأن نتبادل المعرفة والخبرة بين مصر وبين قارة أفريقيا. وبالتأكيد هناك أمثلة ناجحة. هناك مشروع للأدوية، وهذا المشروع لديه كل العوامل الناجحة لتصنيع الأدوية. هذا دروس مستفادة وتجربة ناجحة في مجال تصنيع الأدوية يمكن أن ننقله إلى بقية أفريقيا، وخاصة ننقله إلى تلك الدول التي تنتهج نفس السياسة. وأعتقد أن هناك دول تلتزم بنفس سياسة تصنيع الأدوية. أعتقد بالتأكيد أن هناك الكثير من الأمثلة على قصص النجاح التي يمكن أن نؤكدها وأن نعيد نسخها في الدول الأفريقية. هناك مثال لمشروع في السنغال، وقد أنجزت السنغال الكثير في هذا المجال، وبالتالي يمكن للسنغال ومصر أن تتبادل المعلومات. ولكن أود أن أربط ما قلته الآن بما سبق وأن قلته. هل منظمات تعدد الأطراف يجب عليها أن تأخذ مخاطر كثيرة؟ دعوني أعود إلى نقطة من قبل، فما الذي نتحدث عن الاقتصادات الكلية والجزئية. إذا كنا لدينا هذه الاقتصادات الكلية والجزئية سوف نستطيع أخذ وتحمل المزيد من المخاطر. إن الشركات في
أحد الأمور الأساسية تتعلق بالقطاع الخاص وشركات التصنيع والبنية التحتية. هناك كل هذه الأمور تتعلق بالخطة الاستراتيجية في كل بلد، في مصر، في نيجيريا على سبيل المثال، في السنغال. هناك بعض الشركات الناجحة التي استطاعت أن تأخذ الكثير من المخاطر، وأن أصبحت هذه الشركات شركات وشركاء مستعدين للدخول مع القطاع الخاص. إذا وضعنا كل هذه الصورة مع بعضها، يمكننا أن نحدد ما إذا كانت هذه الشركات قادرة على أخذ المزيد من المخاطر. يجب على الدول أن تلتزم بالوفاء بالتزاماتها لكي تضمن وتؤيد مثل هذه المشروعات الثنائية، وأن تضمن وجود بعض الموارد المحلية. ما لم تكن الحكومة قادرة ولديها الإدارة على أن تتولى مسؤوليتها على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي، فإن هذه الشركات لن تستطيع السداد والأداء. فيجب وبالتالي أن نضع هذا في الاعتبار عند الرد على السؤال ما إذا كانت المنظمات ذات التعددين المختلفة ستستطيع أن تأخذ المزيد من المخاطر أم لا. دعونا نعود مرة ثانية أن هناك بعض التجارات الأفريقية، كنا نتحدث إلى ما قاله سلمان، وأن الحكومات إذا قامت بإجراء الإصلاحات المناسبة سوف تستطيع شركات المنظمات ذات التعددية الأطراف أن تأخذ الكثير من المخاطر. نعم، إن تعددية الأطراف سوف تكون فاعلة فيما يتعلق بالتأكيد على التنمية المستدامة، وبالتأكيد هي في حاجة إلى القطاع الخاص والعام كليهما. ولهذا إذا كان للشخص أن يقوم بتحليل نقدي سليم لقف منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية، سوف نلاحظ أن الحكومة والقطاع الخاص سويا وأيضا المجتمعات المدنية كلها لها دور ضروري أن تلعبه. هذه الشراكة من أطراف الثلاثة تؤكد أنها فعالة على مستوى كل بلد على حدة. يجب أن أذكر الآن أن في خلال جائحة كوفيد-19 في ناميبيا واجهتنا وقمنا بعمل تعاون كبير بين القطاع العام والخاص، وانتهينا من خلال هذا التعاون إلى أن القطاع الخاص وأن المرضى من القطاع العام والخاص تم تداويهم ومعالجتهم من خلال أطباء من القطاع الخاص باستخدام وسائل القطاع العام. وعندما بدينا إعطاء اللقاح تدخل القطاع الخاص لتسهيل عملية نقل اللقاح، وإذا كانت وسائل النقل متوفرة تمكنا من حشد اللقاح، واستطعنا إعداد برنامج كامل لمصر واللقاح. وأعتقد أن النقطة التي نحن فيها الآن من القدم هو نتيجة التعاون بين القطاع العام والخاص. وألاحظ أن هناك تحدي كبير، ولكن هناك إلا أن تعدد الأطراف لم تضمن التوزيع العادل للمصر واللقاح، لحتى لدرجة أن نبي لم تحقق تطعيم 10% من سكانها. ونحن في حاجة إلى تسريع عملية اللقاح لأن الوقت يدهام منه. ونحن نشعر أن الآن أننا عندما تحركنا ما بعد جائحتها نحن في حاجة إلى دعم وتقوية مستوى التعاون بين القطاع متعدد الأطراف وتفهم الاحتياجات الخاصة للدول الأعضاء. ولأننا أثناء التفاوض كانت المبادئ التوجيهية لنا هو تنفيذ اتفاقية باريس، وأنه كان يجب أن يكون هناك شراكة ولكن واحدة ولكن مسؤوليات متعددة ومختلفة. نحن أيضا في تعددية الأطراف ونحن نتحرك في مرحلة التعافي من كوفيد، نجد أيضا عملية التسريع وتنفيذ عمق أهداف التنمية المستدامة. هناك بالتأكيد بعض الأمور والمؤسسات المالية ذات تعدد الأطراف التي يجب عليها أن تأخذها بمأخذ الجدية وأن تنظر إليها. هناك الدول النابية والدول ذات الدخل المتوسط، ونرى أن هناك فائدة
من هذه بعض المستويات. إلى كل هذه الأمور ما لم يتم دراستها جيدا فإن هذه الدولة سوف تجد صعوبة في عملية تسريع التعافي من كوفيد 19. وأعتقد أيضا أن عندما ندخل الان تي جي وأيضا جدول أعمال 2036 هناك دور هام للمرأة وللشباب. ونحن بالتالي نحن في حاجة ضرورية أن أحد الموضوعات التي يجب أن نناقشها هي المرأة ودور الأعمال. فيجب على المؤسسات المالية الدولية والمحلية يجب أن نسأل إلى ما مدى يجب على هذه المنظمات أن تضمن أن المرأة والشباب يندمجان ويعملان دورا ويلعبان دوريهما في عملية التعافي من كوفيد 19 وتحقيق كل أهداف التنمية المتواصلة ولعب الدور المطلوب منهما، لأن المرأة والشباب هم الأغلبية في معظم أغلبية السكان. وبالتالي فأي برنامج سوف تضعه هذه الدول يجب أن تركز فيهما على المرأة وعلى الشباب. ومن الواضح لا يمكن أن نتحدث عن أهداف التنمية المتواصلة دون وضع الاعتبار المرأة والشباب. سوف نتحدث عن ذلك، ولكن أود أن أنهي حديثي هنا لأنك ذكرت هذا الأمر وهذه الرسالة مرتين مع المستمعين، وهذه رسالة هامة. لقد قلت مرتين أن ناميبيا تتحدث عن تحديدها في الحصول على اللقاح والحصول على الإمدادات اللازمة. هل تعتقد أن الغرب ودول مية يستمعون إلى هذه الصوت بما فيه الكفاية، يستمعون إلى احتياجات ناميبيا في الحصول على اللقاح؟ أود رأيك في هذا السؤال، ما هي المشكلة؟ نعم، في الحقيقة أعتقد أن ناميبيا، ولكن يمكن أقول أن كل قارة أفريقيا يواجه تحديا كبيرا في الحصول على The majority of the African countries have not yet reached over 10% of the population vaccinated. I think the whole setup in COVAX and those who are distributing yep. has not been fair to the extent. Of course, maybe it's a human nature of course. That first you take care of your own population and then you come to those, they are more vulnerable. You take them later. And that's why it's necessary. It's good that there are some now centers that are being identified in Africa. Mm-hmm. Regionally, you have the Southern Africa, where you have South Africa, you have East Africa, you have Ethiopia and others. But these are the things now we are saying, as we are moving forward as an international community, we must be ready on how effectively we can deal with the disasters when they occur, so that there will be no any part of the world that can be left behind. And that's why we say COVID has okay. come and is giving us lessons. And that is based on those lessons, we really need to develop our next strategy in multilateralism, in terms of development, and Indeed. In terms of being ready to address disasters when they are occurring. We don't know what type of next disaster will look like. Maybe it's not COVID, it's something else. Indeed. But we must be ready. Let's pick up on two themes, because Dr. Rani and I, in preparation for this, talked about let's not leave anybody behind, make sure that everybody comes along. You mentioned women and youth. Keiko, let me bring it to you, because I think there's a way of tying together what the World Bank has done in Egypt in education and how that plays to multilateralism. Just expand a little bit on why it worked here and maybe why Solomon should want to do a little bit more in education. Okay. So first of all, the pandemic, before going into Egypt, pandemic had a devastating impact on education. So last year at one point, 1.6 billion children were out of school. That's 94% of school going age children were not going to school. So we estimate maybe about, they're losing about 1 year equivalent of schooling. So this is really, really serious. But coming to Egypt, so pre-pandemic, Egypt had already embarked on one of the most ambitious reform, arguably in the region and globally.
to really move from schooling to learning, to memorization. لقد تحدثنا من المدارس إلى القدرة للتعامل من مجرد عملية التلقين إلى برامج وأسئلة وبنوك للمعرفة لحل المشاكل. وأعتقد أن هذا كان أحد الأهداف التي المرجوة من التي استطاعت مصر أن تحققها في مجال التعليم. وأعتقد أن هذا الدرس وهذه القصة كانت ناجحة. لابد أن نتعلم ذلك أن أمر التربية والتعليم كانت قصة ناجحة في مصر يجب أن نتعلم من خلالها. أود أن أتحدث أيضا. أعتقد أن ما زالت لدينا كثير من الوقت ونتحدث عن نقطة أخرى في جدول الأعمال. تكلمنا عن أهداف التنمية المستدامة. دكتورة رانيا، سيادة الوزير، هل تتوقعين أن في هذه البيئة وفي هذا المجال ونحن نتعافى من نتائج كوفيد-19 هل سنستطيع تسريع؟ هل هناك دافع أو حافز تسريع عملية التطعيم وتسريع عملية تحقيق أهداف التنمية المتوسطة؟ أعتقد التسريع سوف يتوقف على ما نحقق من خلال هذا المؤتمر. إن التسريع سوف يتحقق إذا وضعنا كهدف يجب أن نصب عيوننا لتحقيقه. ودعوني أعود إلى ما قاله مستر سوليفان هنا، وأن الدول يجب أن يكون لديها سياسات وقدرة على التنبؤ أيضا، وأيضا أن تكون هناك المؤسسات المالية على استعداد للقرض ووضع المال. وما طالما هذه عملية متوسطة سوف نتمكن من تحقيق أهداف التنمية المتوسطة. فإذا كنا نتحدث عن وضع على سبيل المثال الطاقة، فإن هناك لابد من وضع استراتيجية لتكامل الطاقات كلها. واستطعنا تحقيق هذا المشروع مع البنوك، ولكي نعمل تسريع عملية أهداف التنمية المتوسطة يجب أن يكون لحكومات أهداف واضحة. ولكن من ناحية أخرى يجب على المجتمع الدولي وعلى القطاع الخاص، هناك عنصر هام وهو التمويل. يجب أن نتعامل سويا لكي نقوم بتحقيق التمويل. دعونا ننتقل إلى سوليفان، ولكن هذه نقطة أساسية. قد تحدث أن أفريقيا لديها رؤوس أموال خاصة، ولكن أيضا لديها احتياجات. تحدثت الدكتورة رامني عن الإصلاحات، ولكن أيضا أشرح إلى جمهور ما هي احتياجات القارة الأفريقية وما هي النقاط التي تود أن نركز عليها أكثر لكي نحقق أهداف التنمية المتوسطة. هناك نقاط أخرى تحدثت عنها، فإن القطاع الخاص يود أن يجد نوع من التنبؤ في أهداف التنمية المتوسطة، وهذا تأتي من إصلاحات الاقتصاد الكلي وإصلاحات الاقتصاد الجزئي. كما أن القطاع الخاص أيضا في حاجة إلى أن يضمن أن هناك أن هناك نوع من التنافسية، وهناك درجة من الحصول على الإمكانيات، وأيضا تسهيل في التكلفة. وبالتالي فإن هذا الأمر هام، ولهذا فإن الاستثمار هام جدا. لو أنا أتحدث فقط عن البنية التحتية لأي بلد، ولكن في الصباح كنت لدينا وزير النقل في مصر، وكنا نتحدث عن كيفية ربط مصر بليبيا وتشاد. نتحدث عن نقاط التواصل والربط بينهما. فنحن نتحدث عن البنية التحتية لكي نحقق درجة من التنافس، حيث نستطيع البيع لدولة أخرى وأن نبيع إلى دول أخرى. إن هذا أمر هام. وأعتقد أن هذه الأمور ليست فقط لا تحدث مرة واحدة ويجب تكرارها. فصحيح أننا قادرين على المشي والسير، ولكننا يجب أن يكون لدينا قدرة على التحرك والتنقل لكي نحقق العائد من هذه القابلية للتنقل. وأعتقد أن هؤلاء لدينا في أيضا مع زوم، أعتقد
أن هناك زميل لنا تركنا، وبالتالي الملاحظات الختامية سوف تدخل لجمهورية الكاميرون. عالمين، لديك جمهور كبير، ما هي أكبر فرص التي كنت تتحدث إلى سالمون وهو يتحدث عن البنية التحتية، ودكتور أنا يتحدث عن إصلاحات الهيكلية، وهناك من يتحدث عن التربية والتعليم من خبرة البنك الدولي. ما هي تعتقد أنه أكبر فرصة في بلدك عندما نتحدث عن تعددية الأطراف وعن رؤوس أموال القطاع الخاص في دقيقتين؟ سوف أكون أحاول أن أكون مجازا. فيما يتعلق بتعددية الأطراف، أعتقد أن هناك سوف يدون تعددية الأطراف أكثر قوة، ولكن يجب أن نعمل على الوقاية أفضل من العلاج. فإذا كنا أعدينا كل وسائلنا كنا أعددنا قبل حدوث الكارثة، لقد كان ذلك قد أفاد تعددية الأطراف، وكنا استطعنا من تحقيق كل أهدافنا في وقت حركي. يجب أن نعمل وأن نسير سويا. الأمر الثاني، نحن في حاجة أن نعود التفكير في استراتيجيات التنمية، لأننا نرى أن الأزمات العالمية وتغير المناخ والإرهاب والكوارث والأوبئة قد أثرت وقد أظهرت مدى هشاشة الاقتصادات العالمية. يجب أن نعيد النظر في هيكلنا الاقتصادية من خلال إجراء الإصلاحات، وهو ما يعني التنوع والتكامل والمزيد من التصنيع وزيادة القيمة المضافة في كل في بلده. والنقطة الأخيرة التي أود أن أذكرها، نحن في حاجة إلى خلق ائتلاف على مستوى العالم. سوف حتى نستطيع أن نعد أنفسنا أننا حتى لو أن حدثت كارثة مماثلة نستطيع أن نواجهها كلنا على مستوى العالم. هذه هي النقاط الأساسية التي يجب دمجها حتى نستطيع أن نواجه أي حادثة أو أي أزمة مماثلة، حتى نستطيع أن نتعامل معها. على سبيل المثال كوفيد-19، أعتقد أن القطاع الخاص يلعب دورا هاما في مستقبل أوطاننا، ومن الواضح أن كل دولة لديها اقتصاد ومؤسسة مالية وإطار مؤسسي مالي للاقتصاد الكلي، وهذا هو أمر مهم يمكن من خلاله أن يؤدي إلى تحقيق المزيد من الاستثمارات في بلادنا، وبالتالي تحقيق التنمية وزيادة النمو والطاقة المتجددة وتنميتها. كل هذه الأمور سوف تعدد على تحقيق أهداف التنمية المتوسطة. هذا هو ما أود أن أقوله في ختام هذه الحدث الهام. وأعتقد أن كوفيد-19 هي أزمة وسوى، لكن أعطتنا فرصة لنعيد النظر في كل استراتيجياتنا وأن نعمل بتكييف استراتيجيتنا فيما يتفق مع توصيات الأمم المتحدة وأجندة 2030 الأمم المتحدة. شكرا لك أستاذ علي. سوف أترك لك دكتورة رانيا المنشاط لختام هذه الجلسة. تحدثنا صباح اليوم في حوارنا وتحدثنا عن رسالتنا فيما يتعلق برؤوس وأموال القطاع الخاص. فماذا سوف أقول لسيادة الوزيرة عندما تحدث؟ فأعتقد ما فسيادة الوزيرة أعطينا الرسالة النهائية لتعدد الأطراف، لأن هذا هو النهاية. في النهاية رسالة، أعتقد أن الرسالة هنا أننا في حاجة إليكم. لن نستطيع، سوف نود أن نعمل سويا لكي نحقق الأهداف التي أشار لها سوليفان، وأن الاستثمارات في رؤوس الأموال الحديثة، وعندما نعمل أيضا على المستوى الإقليمي في الأجندات جدول أعمال مختلفة. أعتقد أن هذا الأمر هام جدا، أنه التزام وإرادة سياسية، ولكن يجب علينا جميعا أن نذكر أن عملية إصلاح عملية مستمرة ومتوسطة. منذ عدة أعوام لم نكن لدينا أي بنية تحتية مرقمنة، ولكن الآن هذا أمر مختلف وقد بدأ شرعنا فيه. ولهذا فأنا أعتقد
أننا عندما نعيد النظر مرة ثانية إلى استراتيجية كل دولة، يجب على كل دولة أن تعطينا أهدافها وأن تضع سياستها. وأعتقد هناك قصص ناجحة ويجب أن نتشارك فيها وأن نتعلم من بعضنا البعض وأن نتشارك في المعرفة وأن نبرز هذه القصص الناجحة حتى يتعلم ويستفيد الجميع، لكي تكون هذه القصص النجاح حافزا لنا جميعا لتحقيق النجاح. وأعتقد أن هناك بالتأكيد عامل مشترك، ولكن هناك أيضا هناك التزام وإيمان بأهمية أهداف التنمية المتواصلة، ولكن متفقين أن لابد أن يكون لدينا استراتيجية واحدة قائمة على التكاملية بين أيننا وبين كل الأطراف كلها. شكرا جزيلا على دعوتي اللي كان أكون جزء من هذا الحدث الهام. شكرا جزيلا لأعضاء هذا الجلسة، وأعتقد أن أحد زملائي في هذه الجلسة اضطر أن يغادرنا، وأود أن أشكر كل مضيفنا وأشكر السيادة الوزيرة رانيا المشاط على استضافتها، والتي أنهت كلامها برسالة واضحة حول كوفيد، وهي تعتقد أن هذه رسالة قائمة على التكاملية. وأود أن أشكر أيضا إلى ناميبيا وكيك النووية، أيضا المدير الإقليمي للتنمية البشرية ورؤوس الأموال البشرية في ناميبيا، وأيضا أشكر السيد سوليفان، وأشكر الجميع على حضوركم. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا لكم.